ونحذر جميع النواب في المحافظات، ونحذر وكذلك انا شخصيا اتكلم عن ميسان، ونحذر نواب ميسان بالاخص بصوره خاصه، ان لم خلال هاي الفتره القليله ان لم يتحركوا بشكل جاد ولم يحقوا مطالبنا سنزلزل الارض تحت اقدامهم. نعم. الشعارات اللي رفعتوها نقعها واشرب مي، هاي حملتكم كاحتجاجيين ايضا للخريجين بالعراق، باعتقادك هاي المظاهرات راح توصل لكم الى تحقيق مطالبكم؟ لان كل باب تدقوا انتم دا ينسد بوجهكم. والله يا سيد احنا عجزنا مثل ما قلت لك قبل قليل بأكثر من عام ونصف اعتصامات تظاهرات، لكن لا نعلم لماذا هذا الاهمال لهذه الشريحه، لا نعلم ما السر في ذلك. يعني حتى نائب من قابله يقول له ما بيدي شيء، وكيل وزير تربيه من حاكي يقول له مو يمي، كتاب ترفع للتربيه يدزه للامانه، الامانه تحوله للماليه، ماليه ترجع للتربيه، وهيك ندور في حلقه مفرغه ما بين المؤسسات الحكوميه والجهات المعنيه بالامر. لكن نفذ صبرنا جدا، و ومنا ونحذر جميع النواب في المحافظات، ونحذر وكذلك انا شخصيا اتكلم عن ميسان، ونحذر نواب ميسان بالاخص بصوره خاصه، ان لم خلال هاي الفتره القليله ان لم يتحركوا بشكل جاد ولم يحقوا مطالبنا سنزلزل الارض تحت اقدامهم، بالله العظيم سنغلق جميع مكاتبهم وسنتحرك عليهم ليلا ونهارا، ونشعل مواقع التواصل الاجتماعي عليهم، ان لم يقوموا ويتحركوا بخطوات جاده وخطوات مدروسه لتحقيق مطالب الخريجين سوف يرومنا العجب، ولن نسكت عن حقنا بعد الآن، لأن أكثر من عام ونصف نساء بنات يجيبن أمهاتهن وأطفالهن بالشوارع لكن دون جدوى، لا نائب يتحرك، لا مسؤول يتحرك، لا يعني غيرة ما بقت عندهم. لذلك طيب. سيكون ردنا عليهم ردا وخلال مدة أسبوعين مو أكثر، إذا لم يتحركوا في تحقيق مطالبنا سوف يرومنا. هل قد مطالبكم مصطفى، هل قد مطالبكم تعجيزيه بحيث يعني ما يدي يقتنعون بها المسؤولين؟ شنو هي مطالبكم بالضبط؟ ابد ست، والدليل على ذلك ست، الدليل على ذلك اليوم منو افضل؟ مع كل احترام لشرائح المجتمع، الشريحه المنتجه للبلد ام الشريحه الغير منتجه؟ مع كل الاعتزاز للشريحه الذين شريحه الفقراء والمهمشين من الاخوه في الرعايه الاجتماعيه، هذا حقهم يطولهم. اليوم طبعا مطالب الخريج اذا نقارنه بالمحاضرين سابقا هي متساويه مع مرتبات التي يستلمها اصحاب الرعايه، لماذا النواب يستقتلونه واليوم وضعوا بحدود من 50 الى 100 الف شخص بالرعايه الاجتماعيه بمرتبات من 250 الى 350 الف، لكن لا يتحركون الى الشريحه المنتجه، شريحه الشباب، شريحه الخريجين، ما اعرف لماذا، مع العلم نشوف نقارنها، هاي شريحه منتجه، شريحه ضحت، شريحه درست لاكثر من 16 عام لكن بالاخير كمل دراسه وانترك جانبا، لكن يبحثون على الشرائح الغير منتجه، هذا حقهم لا نقول، لكن لماذا؟ مثل ما هسه جاي تمشون اصحاب الرعايه، مشي الخريجين مقارنه بهم، هسه ما نطلب اكثر من هذا، مع العلم هذا مطلب اقل من حقنا ونتكلمه بخجل، لكن عجزنا. عجزنا عن مطالبنا الاساسيه. السؤال راح يتوجه لهادي. هسه وصلنا لمرحله انه ماكو بعد اي يعني وصلنا الطريق مسدود ويا كل الوزارات. يعني انا اللي اشوفه ليش الكذب على الخريج التربوي؟ احنا فئه مثقفه، ترى اذا نريد يعني نسوي تصعيد ولو العراق ما يتحمل تصعيد بعد. ما يتحمل هذا الظلم كله اللي دا يصير على كل الشرائح، انا بغض النظر عن يعني اسم الشريحه او هاي، اول وتالي احنا مواطنين. اليوم تلقين المواطن العراقي والله العظيم بس يريد له واحد يقول له شبيك. انتم من اجينا وانتخبناكم يا سياسيين يا نوابنا، من اجينا وانتخبناكم وصعدناكم وصرتوا كل من سيارته وراتبه وحمايته، انتم وين كنتوا قبل؟ ترى ما حد يعرفكم، عشرة ما حد يعرفكم، هسا انتم صعدتوا وصرتوا بأماكن مرموقة والله العظيم. زين غيرت عينكم علينا اليوم، لا شملتونا بالألف درجة طبعا، ومو بس احنا ومحافظة كربلاء نفس الحالة، لا شملتونا بالألف درجة، اللي هي يضحكون وما عاش اللي يضحك على مواطن عراقي. أنا بس أقولها للتذكير لكم، إحنا ما ينضحك علينا. من إجيتوا وطيتونا الألف درجة. هاي الألف درجة يعني احتمال ما تضحكون بها علينا. طيب أرجع. لا. أرجع للمصطفى، سيد مصطفى. يعني
نعم سيد نعم. مصطفى، يعني الألف درجة احتمال عمه خاله ابنه بن أخته لأخذها،